على طريقة محمد راجح ومحمود البنا، حالة جديدة وقتل جديد، والمرة دي عندنا قريب مننا في محافظة كفر الشيخ في مركز سيدي سالم. مجرد اتنين بيتناوشوا مع بعض ما عجبهمش الكلمتين، قام واحد مطلع مطوة وغز التاني ومفضل الموضوع على كده. انا عايز اعرف احنا تحولنا لايه وازاي وصلنا للطريقة دي. المصريين طول عمرهم احسن ناس في الدنيا، انا معاملتي مع المصريين وكمصري عايش وسطهم دايما كان المصريين مجرد مجرهم يتأخر عنهم يوم او اتنين ما يبانش يسأل عليه، يشوفه تعبان يزوره يروح له. الحاجات دي كلها كنا بنعملها وكانت بتكون نوع من انواع صلاة الارحام. ايه اللي خلانا نتحول بالشكل ده؟ لازم يكون في رقابة على اي حاجة بيتم بثها للناس، سواء كانت افلام البلطجة اللي انتشرت بصورة كبيرة جدا، لازم يكون في رقابة على كل حاجة. كنت مستغرب لما كان دونالد ترامب بيتكلم ان الالعاب الجيمينج بيولد العنف عند الناس، ولكن النهاردة ايقنت فعلا تأثير الحاجات دي كلها. يمكن اي واحد عاقل انت لو بصيت على الوسط اللي بتنتشر فيه السوشيال ميديا بطريقة خاطئة واللي بتنتشر فيه الافلام اللي بتدل على البلطجة، يعني انا كواحد متعلم وفئة كبيرة جدا من الناس المتعلمة ما بيقبلش اي فيلم من افلام البلطجة. الواحد زمان لما كان يسمع فيلم مثلا ويلاقي البطل فيه عامل مصيبة ببقى طول الفيلم انا مش مسامح نفسي ازاي ان انا بشجع البطل بالشكل ده. انا حابب البطل وحابب دوره، ولكن انا برضو عايز القانون ياخد مجراه وعايزه يتمسك وعايزه يتنفس فيه الحكم، لان هو مازال مخطئ ومازال مذنب. ولكن في الفترة الاخيرة السينما تحولت واتقلبت بصورة كاملة ان البطل هيبقى بلطجي وهيبقى مذنب ومش هينتصر وهيعمل اللي هو عايزه، وفي النهاية هيقول لهم من النهاردة مفيش حكومة انا الحكومة. دي سلسلة من الافلام دمرت الشباب ودمرت جيل كامل. اعتقد زمان لما كنا بنطلع من صلاة الجمعة ونسمع الشيخ الشعراوي او نسمع سر الارض او نسمع اي حاجة تفيدنا، الموضوع ما كانش بالبلطجة ولا بالاسلوب القذر ده. البلد تحولت لمأساة جديدة تضايق اي واحد. النهارده صحيت من النوم على خبر صادم، حادثه نفس الحادثه بتاعت محمد راجح بتتكرر عندنا في سيدي سالم. انا امبارح كنت بتكلم ان محمد راجح المفروض ناخد الموضوع بعقلانيه وان احنا نبعد السوشيال ميديا ونحرص منها ونعمل رقابه عليها، ولكن السوشيال ميديا اصبحت طاعون منتشر في كل بيت. السوشيال ميديا بتخلي ابنك او بنتك يكلم اي حد هو عايزه من غير ما تحس بيه. السوشيال ميديا بيخلي النت عموما بيخلي ابنك يشوف اي حاجه هو عايز يشوفها او بنتك تطلع على اي حاجه هي عايزه تشوفها من غير ما تحس بيه. لازم الاهالي تعمل رقابة على اولادها. النقطة التانية وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم انا شايف ان فيها قوانين دلوقتي بتمنع ان المدرس يضرب الطالب. صدقني ان ضرب الطالب مفيش طالب هيموت من الضرب، الطالب لما ينضرب عشان يتعلم هيفهم هيعرف فين مصلحته وهيقدر ان هو يذاكر. دلوقتي اصبح اي طالب المدرس يمد ايده عليه ولو بعصا بسيطة او بيعلمه حاجة بسيطة شايف ان هو مخطئ او مذنب تبقى مصيبة، ويمكن المدرس يترفد. المدرس اصبح ملوش اي قيمة على الاطلاق. لازم نراجع الامور دي كلها وتكون في سلطة، سواء من البيت سلطة قوية تراقب الابن وتراقب تليفونه وتراقب كل حاجة وتراقب افعاله وتحركاته وتأخره ووصوله بدري. الحاجات دي كلها لازم تراقبها. لازم تكون في سلطة من المدرسة، لازم سلطة المدرس ترجع تاني تكون اقوى من الاول، عشان دايما لما يقول ابني يحس او الطالب يحس ان في صواب وعقاب هتكون في تربية كويسة وتكون في تربية حسنة. المجتمع المصري دلوقتي واقف على حافة الانهيار، لازم نحافظ عليه. لازم نبعد شوية عن الحاجات العري والتحرش والحاجات دي كلها. مش لازم الحاجات دي كلها نصورها في الافلام، مش لازم نصور المثلية، مش لازم نصور الوط، الحاجات دي كلها مش لازم نقعد نجسدها في الافلام، لان الحاجات دي ظلت لسنوات مستترة محدش يعرف عنها حاجة، ومع ذلك كنا عايشين وكنا افضل من كده بمراحل. الخطاب الديني لازم يتطور جدا. الشيخ يوم الجمعة، انت عندك كمسلم يوم الجمعة ده بتكون محاضرة، المحاضرة دي لازم تكون على اقوى مستوى، لازم تكون فيها تربية للنشأ، لازم يكلم الاجيال الصغيرة، مش كل كلامه عن حاجات معينة معركة معينة وينهي الموضوع على كده. لازم يكون كلامه موجه للنشأ، لازم يتعلمه، لازم يتدربه. لازم الشيخ لما تقعد قدام منه نص ساعة يطلعك مقتنع، يديك جرعة من الطاقة وجرعة من الحفاظ على نفسك تستمر معاها للجمعة اللي بعدها. دي واحدة من اهم النقاط اللي احنا بنهملها بصورة كبيرة جدا. مبدأ التطول اصبح امر كبير جدا، بقاش حد يحترم حد، الاحترام بقاش موجود، كل واحد نفسه يقول حاجه بيقولها الاكبر منه او الاصغر منه. صراحه انا مستاء جدا من الحادثه اللي عرفتها النهارده. تخيل نفسك كده تصحى من النوم انت بتتكلم، يعني انا بقالي اسبوع عايش في حادثه محمد راجح ومحمود البنا، انا والله العظيم مستاء على الاثنين، شايف ان هي مصيبه على الاثنين، مصيبه على عيلتين، وشايف كمان ان لو بقت فتنه اكبر ممكن تبقى مصيبه على الثلاثه. يعني دلوقتي الناس عندها كميه من الشحن وكميه من الغل ان القاضي لو قال لك اعدام الا ربع، يعني بس ما قالكش اعدام هتقوم انتفاضه، ان الناس عايزه اعدام وعايزه المذنب يتم اعدامه. مستاء على العيلتين لان عيله حزينه والمفروض ان العيله الثانيه هتدخل في مأساه من الحزن او هتدخل في مأساه من الظلم، وفي الحالتين مصيبتين ما ينفعش
تظلم ده وما ينفعش تسيب ده يعمل اللي هو عايز يعمله من غير ما حد يقول له لا، لازم يكون في صواب وعقاب. ولكن لما تصحى بقى على خبر ان واحد قتل واحد تاني عشان مجرد نقاش على حاجه معينه، اعتقد ان ابويا وابوك زمان لما كان يحصل ما بينهم نقاش اي اتنين جيران ما كانش يجي المغرب عليهم غير لما يكونوا مصالحين، يحاول ان هو يكلمه، يحاول ان هو يتواصل معاه، ولو الموضوع اتطور وبقى اكتر من كده والزعل ما بينهم كبر شويه، تاني يوم تلاقي الدنيا اتلمت وازاي انتوا ما بتكلموش بعض، الخصام اصبح شيء سيء جدا. حتى انت نفسك لو لاحظت زمان كانت البيوت ما يحصلش فيها خصام، الخصام اقصاه ينتهي عند الليل، دلوقتي خلاص اصبح كل واحد قاعد في البيت ماسك تليفونه وعمال يفر فيه، ممكن الاخ يخاصم اخوه بالشهر ما فيش عنده اي مشكله. كل دي بوادر لمصيبه كبرى، لازم نحافظ على كل حاجه بتوجه الوعي للناس. في ناس ما بتوجهش اي معلومه، يعني ناس خلاص كبرت على مرحلة التعليمية كل المعلومة اللي بتحصلها من خلال خطبة الجمعة، ما ينفعش ان تكون خطبة الجمعة بمثابة حصة نوم بالنسبة لي، لازم يكون فيها استفادة، لازم يكون فيها توعية، لازم يكون فيها ارشاد على طريقة التربية، على الاسلوب، على التعامل. المدرس نفسه لازم يكون قدوة ومثل اعلى لاي طالب عنده، لازم الطالب يشوف ان المدرس ده بيحترمه، ما ينفعش مدرس يبني قراره على الرأس والهلس والمسخرة. سامحوني انا من خلال الفيديو ده بفك عن نفسي شوية لان انا مخنوق من وضع البلد. هسيب لكم الخبر الخاص بحادث الوفاة، وادعوا ربنا انها تكون اخر الاحزان، واتمنى توقيع اقصى عقوبة على اي واحد يخطئ لان دي مصيبة في حد ذاتها. شكرا لكم جميعا.